صرخة أقل حدة من تلك التي ذهبوا بها إلى الجبهات. يحاول هؤلاء الأسرى الذين أعادتهم السعودية إلى صنعاء عبر طائرات تابعة للصليب الأحمر الدولي أن يجددوا عهد الولاء للميليشيا كمقاتلين لا يجدون غضاضة في معاودة الكرة. 180 أسيراً من بين 200 أسير أعلنت السعودية عبر الناطق باسم التحالف العربي الإفراج عنهم كتعبير عن حسن النوايا في مسار تفاوضي جديد يكرسه الحوثيون برضا سعودي كامل في منأى عن السلطة الشرعية، ويتصل أكثر ما يتصل بالأولويات السعودية وبحاجتها إلى الأمن وإلى إطلاق أسرى لها لدى الحوثيين. في السجون التي تديرها ميليشيا الحوثي يعاني الآلاف من المعتقلين والمخفيين والأسرى ظروفا صعبة، ويعاني ذويهم كثيرا في الوصول إليهم أو التعرف على أحوالهم. يأتي ذلك في ظل انسداد الأفق ضمن المسار الثاني من تفاهمات ستوكهولم المتعلق بتبادل الأسرى استنادا إلى اتفاق يمثل الوثيقة الوحيدة الموقعة في هذه التفاهمات، رغم مبادرة ميليشيا الحوثي أواخر سبتمبر أيلول الماضي بإطلاق 290 معتقلا. المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث الذي يواظب هذه الأيام على زيارة الرياض واللقاء بكبار مسؤوليها عبر في تغريدة له على تويتر عن الشكر للمملكة العربية السعودية لإعلانها إطلاق سراح 200 محتجز حوثي وفتح مطار صنعاء لرحلات إنسانية تسمح للمرضى اليمنيين بتلقي الرعاية الطبية التي يحتاجون إليها في الخارج. تصريحات غريفيث جاءت بعد أحدث لقاء له في الرياض مع نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان الذي لم يكشف غريفيث عن مضمون ما دار فيه. من جانبها أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إعادة 128 محتجزاً حوثياً من السعودية إلى اليمن بعد أن تأكدت من هويات المحتجزين وتحققت من رغبتهم في العودة من خلال مقابلات أجرتها معهم في سجن خميس مشيط، وفقاً لما ورد على لسان خضر أول عمر ممثل اللجنة الذي أوضح أيضاً أن عملية النقل تمت على دفعات وغادرت عبر مطار أبها الدولي. المتمردون على السلطة الشرعية في شمال البلاد وجنوبها يحصلون على المزيد من المكافآت في تكريس للسياسة التي تمضي في المسار الكارثي نفسه، والذي بدأ بدعم انقلاب 21 سبتمبر أيلول في صنعاء وانتهى بتعزيز انقلاب 10 أغسطس في عدن باتفاق الرياض.